طقس الغد غير مستقر، حيث يستمر تزايد كمية السحب على مناطق مختلفة من الدولة، قد يتخللها بعض السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، وتشمل منطقة ليوة والعين وبعض مناطق الإمارات الشمالية، والبحر مضطرب خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.